أبو محمد من الجزائر، تفضل. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. عندي سؤال فيما يخص السعي. نعم. في السعي بين الصفا والمروة هل نتوقف عن الدعاء عند الصفا فقط أم نتوقف كذلك عند المروة؟ نعم. مفهوم سؤال شيخ؟ نعم يا أخي نعم، ثبت في السنة الوقوف على الصفا والدعاء والوقوف على المروة والدعاء، ثبت ذلك في السنة النبوية. شكري من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، حياك الله يا شيخ. ورحمة الله وبركاته. سؤالي، ما قيمة الزكاة في حالة اكتراء الأرض لإنتاج القمح؟ اكتراء الأرض بإيش؟ لإنتاج القمح، كراء الأرض، اكتراء الأرض معكم. يعني أنت استأجرت أرضا، نعم أي، استأجرت أرضا لزراعة القمح، ما قيمة الزكاة؟ طيب، أنت استأجرتها لزراعة القمح؟ نعم أي، أيوه. طيب. نعم. استأجرتها لزراعة القمح، إذن الأرض لا زكاة فيها، قيمة الأرض ليس فيها زكاة ولها مالك، لكن القمح إذا خرج القمح الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فالزكاة في القمح. قيمة القمح يعني العشر ولا؟ شوف يا أخي، الزكاة في القمح وليست في الأرض، والقمح وآتوا حقه يوم حصاده، إذا كان يسقى بماء السماء العشر، وإذا أنت تسقيه بالآبار ومد الأنابيب واستخراج المياه أو جلبها بالصهاريج فنصف العشر، وإذا كان تارة بماء السماء وتارة بماء الآبار وما يستخرج بالمؤنة والكلفة فثلاثة أرباع العشر. فرحان من العراق، تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، سؤال يعني. نعم الشيخ، السؤال الأول، يعني مريض قولان ومعدة واضطرابات نفسية وحالة صيام، يعني معصوم لها؟ إذا كنت عاجزا عن الصيام لمرض القولون والمعدة لا تستطيع أبدا، نعم، فإنك تفطر، وإذا كان المرض مزمنا تفدي، وإذا كان غير مزمن تنتظر الشفاء، تنتظر حتى تقضي. وتذكر بأننا قد سألنا بعض الأطباء عن بعض الناس الذين عندهم القولون العصبي، فقالوا إن الصيام ينفعهم ولا يضرهم، وما يحدث لهم من الآلام نتيجة الاضطراب في الأطعمة وأوقاتها وإدخال الطعام على الطعام وأنواعه والأشربة، وليس بسبب الصيام. لكن لو فرضنا من كلام الطبيب الثقة أن الصيام يضرك لا تصم، وإذا كان مرض مزمنا أطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان غير مزمن تنتظر الشفاء حتى تقضي. السؤال الثاني. الشيخ، أنا بدي أروح لي عمرة يعني أعتمر، لكن لا أستطيع، يعني هل هذا يعني فرض أو؟ نعم، يجب على الإنسان في عمره حجة وعمرة، إذا استطعت اذهب. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإذا لم تستطع انتظر حتى يمكنك الله. نسأل الله لك التيسير. أبو ياسر من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة لو كان ممكن يا شيخ. تفضل يا أخي. وأن تجيبني بعد الاتصال إن كان ممكنا. تفضل. السؤال الأول، هل قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب هل له أصل في الدين؟ لا دليل عليه، لم يثبت في السنة دليل على ذلك.
السؤال الثاني الاستحمام هل يجزئ عن الوضوء؟ إذا نويت رفع الحدث وتمضمضت واستنشقت مع الاستحمام أجزأ عن الوضوء. السؤال الثالث. ولو كان بدون بغير جنابة، ولو كان بغير جنابة. نعم هذا هو الجواب عن الوضوء. نعم. السؤال الثالث، كيف نوفق بين الحديث الذي هو في هذه الحلقة أدرس في هذه الحلقة يلتمس خمسا قبل خمس، وبين الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي معناه عن الصحابي في مسألة صوم وددت لو أخذت برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه لأنه يا أخي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نصحه أن يصوم آخر يعني أقصى شيء يصوم يوم يفطر يوم، فهو أصر أنه يوالي الأيام أصر، فصار بعد ذلك يعجز لما كبر في السن، فصار أحيانا يفطر إذا ضعف، وإذا قوي شيئا ما راح صام بعددها حتى ما يخالف اللي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما قال إني أطيق أكثر من ذلك إني أطيق أكثر من ذلك، فقال ليتني قبلت الرخصة لما أول شيء قال صم ثلاثة أيام ثم قال صم يوما أفطر يوما، هذا أكثر شيء، فلذلك قال يعني فلا تعارض والحمد لله. الأخ غيث من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يا شيخ، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح من عبادي من هو مؤمن بي وكافر بي إلى آخر الحديث، هل هذا يا شيخ ينطبق على عندنا ناس يعني يقول لك إذا شفي من المرض يقول هذا بفضل الدكتور فلان، هل ينطبق عليه هذا الحديث يا شيخ؟ أيوة يعني نسبة الأشياء نسبة الشفاء إلى الأشخاص وعدم نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، هذا فيه نقص في التوحيد ولا شك، نقص في التوحيد. المفروض يقول شفيت بفضل الله، ولا مانع أن يقول شفيت بفضل الله ثم بعلاج الدكتور فلان، لكن اعلم بأن الشفاء خاص بالله تعالى، يعني الطبيب لا يشفي، كما قال الراهب المسلم علم الغلام بعد ذلك قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، لما علموا التوحيد للغلام في قصة أصحاب الأخدود قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، فما يفعله سبب، الطبيب إيش يسوي؟ سبب، من الذي يشفي؟ الله، قد يبذل الطبيب السبب وما ينفع السبب، قد يعطي الدواء ولا يعمل الدواء، قد يجري العملية وتفشل العملية، إذن الشفاء من الله والسبب الطبيب. نعم شكرا. الأخ أحمد من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحييك. ياك الله. كل عام وانتم بخير. وانت طيب. الله يخليك يا شيخ. شيخ أنا أعلم أن التسويق الشبكي حرام شرعا من أكثر من مصدر يعني، لكن أنا اشتغلت حاليا يعني عرض علي فتوى شرعية من عندنا من الأردن من الجامعة اللي عندنا الجامعة الأردنية، إنه في شركة تسويق شبكي فتحت عندنا بالأردن. لكن يعني علة التسويق الشبكي انه هو بيبيعك سلعة مثلا خلينا نحكي سوارة الطاقة بتكون تسوارة خلينا نحكي 10 دنانير بيبيعك اياها ب 500 دينار، ففي غرر في البيع. هسا هي مكملات غذائية بما يناسب السعر، يعني انا مندوب اساسا مندوب ادوية يعني السعر بسعر السوق، لكن بالاخر اسمه تسويق شبكي، يعني انا صح اني انا ناخذ السعر يعني خلينا نحكي انه ما في غرر بالبيع، لكن بالاخر انا بدي اجيب ناس وفي عندي هدف اني اجيب ناس عشان اصير اخذ الكوميشن، يعني هو بيحكوا لك يعني على قول شخص صاحبي ما دخل بيحكي لي احمد انت هدف العضويه ولا هدف السلعه؟ بحكي له هدف العضويه لاني انا هدفي اجيب فلوس. فهم شو بيردوا عليك الشركه اللي انا هاي بحكي لك عنها يا شيخ؟ بحكي لك لا والله العضويه ببلاش، لكن اذا بدك تاخذ الكوميشن تبعتك او النسبه يعني او الفلوس تبعتك يجب ان تشتري منا السلعه هاي، طبعا هي بقيمه حوالي يعني 1000 دولار، يعني مجموعة سبليمنت مكملات غذائية زي الكلوروفيل زي شغلات تنحيف شغلات للقولون. فشيخ والله توهت وعد عن ذلك المشكلة انه ما
رفع الجامعة الأردنية عندنا من أشهر الجامعات وجابوا مش فتوى باسم الشركة. هي مش فتوى، هو ضبط شرعي، بمعنى إذا حققت الضوابط هاي يعني حتى الشيوخ يعني الله يجزيهم خير ما وقعوا بمعنى فتوى باسمكم، هي ضوابط شرعية إذا حققتوها أنتم طلعتوا من الحرم. على أي حال، المشكلة في ربط التسويق بالشراء، لا تكون مسوقا لنا إلا إذا اشتريته. ثم هذا التسويق يجعلوه في فروع شجرة، زباين تحت هذه وتحت هذه، والبرنامج يضع لك وحلى حسب، وإذا استوى الفرعين تأخذ النسبة كذا. من الذي يخسر في النهاية؟ الذين يدخلون في التسويق ولا يجدون من يسوقون عليه. قاعدة الهرم التحتية آخر طبقة، طبقة خاسرة. فربط التسويق بالشراء مشكلة، وقضية إعطاء المقابل بهذه الطريقة التي فيها استواء طرفي الشجرة وفرعي الشجرة وإلى آخره. وتجد الكلام مفصلا في موقع الإسلام سؤال وجواب. نسأل الله أن يجعل رزقنا ورزقكم حلالا. أم عبد الرزاق من الجزائر. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال فيما يخص الحجاب. أيوة. أنا كنت قبل سنوات أرتدي حجاب عادي طويل وخمار. أيوة. بعدها أصبحت أضع الدرع وحجاب من تحت. بعدها زوجي رفض، قال لي كنت ترتدين حجاب عادي، ليش وضعتي هذا الدرع من فوق كبير جدا؟ و ما أدري. شوف يعني شو يا أم عبد الرزاق، الله عز وجل قال يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء في اللغة من أعلى شيء إلى أسفل شيء، أخمص القدمين، من أعلى الرأس الإدناء. إيش يعني يدنين عليهن؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا الإدناء، هكذا تفسير هذه. وبناء عليه يكون نازل مغطي، فيغطي حجم الرأس ويغطي حجم الكتفين، بخلاف ما لو لبس على الكتفين، يظهر حجم الرأس ويظهر حجم الكتفين. فإذا قولي له يقول الله يدنين عليهن من جلابيبهن، وأنا أنفذ أمر الله وأدني علي جلبابي من أعلى إلى أسفل كما أمر الله. الأخ حمود تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحييك. الحمد لله. يا شيخ، أنا عندي الوالدة تبرعت لها الكلية شهر 4 قبل رمضان بأربع شهور، ومنعنا الصوم من الصوم الدكتور أنا والوالدة، فأنا صمت على مسؤوليتي يا شيخ، والحمد لله طيب ولا غير إلا العافية ضبط في شكلها، يعني صمت تحملت المسؤولية والدكتور ما نعني. هل علي شيء يا شيخ ناحية صومي؟ والله يا أخي إذا أطقت ذلك وسويت تحليلاتك وتحليلاتك كويسة، لأنه ربما تصير أشياء وأنت ما تحس بها من الأخطار، فإذا تحملت يعني بالتجربة تحملت ورحت سويت تحليلاتك وتحليلاتك طيبة، كمل الصيام والحمد لله وما فيك إلا العافية. نسأل الله أن يأجرك على ما فعلت من بر الوالدة وأن يأجرك على صومك. آية من تونس تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. أنا متزوجة منذ 7 سنوات، وزوجي وعائلتي لديهم كثير من المشاكل، وزوجي يمنعني من زيارة أهلي، وهي أم الآن غير راضية عني، ودائما تبكي ومرضت من أجلي، ولست أدري ماذا أفعل، وهو الآن غائب عن المنزل ويمنعني رغم محاولاتي الجيدة معه، إلا هو أنه يمنع. طيب، وأنا طيب. مجرد أن أمي منت غير راضية عني ولست أدري ماذا أفعل. طيب، أولا طبعا أنت تصبري على هذا الأذى الذي أنزله بك هذا الرجل الظالم الذي منعك من زيارة أهلك، إذا لم يكن هناك مانع شرعي فهو ظالم، إذا ما في مانع شرعي فإن منعه ظلم وقطيعة رحم، إنه الآن يجعلك تقطعين الرحم. ولكن أنت
باتصالاتك مع أهلك وبيان عذرك لهم، لعلهم إن شاء الله يقبلون، وتقولي إن أنا بودي أن أتيكم اليوم قبل غد ولكن زوجي هو الذي منع، فتبيني عذرك، وبعد ذلك إذا ما فهموا العذر أنت معذورة أمام الله معذورة، لأنه لا يجوزك أن تخرجي إلا بإذنه، وهو قد ظلم ومنع بغير حق فعليه الإثم هو، وأنت الحمد لله ما عليك إثم، والحمد لله أدعي الله عز وجل أن يصلح شأنك وشأنه. ومع عبد الرحمن من مصر، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا ربنا من علي بعدم الإنجاب لي 10 سنين دلوقتي. قصدك أن الله ابتلاكي بعدم الإنجاب؟ يعني هذا ابتلاء تؤجرين بالصبر عليه، تؤجرين بالصبر عليه. الحمد لله. نعم. بس لي سؤال يا شيخ، هل الحق من المجهر يا شيخ حلال أم حرام؟ هل إيش؟ الحق من المجهر حلال أم حرام؟ إيه والله يا يعني أخت عبد الرحمن، يعني هذه المسألة فيها كلام كثير، والمجمع الفقهي أصدر فتوى فيها بشروط، وبعض مشايخنا توقفوا فيها لا يفتون فيها، ولذلك فلا أقول فيها شيئا، الله أعلم. هذه المسألة فيها إشكالات كثيرة، منها كشف العورة المغلظة للمرأة، منها احتمال اختلاط الأشياء في المختبرات وعدم الدقة، وفيها أنواع من الحيل تحدث من بعض من لا يخاف الله، فيها أشياء يعني من المخاطر، ولذلك أنا لا أقول فيها بحل ولا بحرمة، أقول الله أعلم ولا أدري يعني ما حكمها القطعي، ولكن أحيل إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي صدر بأنواع من التلقيح وما يسمى بطفل الأنابيب والحقن المجهري، الأنواع الجائزة والأنواع المحرمة، وفصل فيها وذكر شروطا، وبعض الأطباء والعلماء يعترضون على ذلك، ويقول بعضهم هي الآن يعني تكشف العورة المغلظة وما هي الضرورة لذلك، وبعضهم يقول يعني تحدث اختلاط، يحدث أشياء في المختبرات ما في تفتقد الدقة في بعضها، ومتى تجد شخصا ثقة أو دقيقا. على أي حال الله أعلم بذلك، أنا لا أستطيع الدخول في هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. مروان، تفضل. مروان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. شيخ، ممكن عندي سؤالين. تفضل يا أخي. السؤال الأول، الأفضل في السفر الإفطار أم الصيام؟ إذا كان يشق عليه الأفضل الإفطار. طيب أين يفطر؟ إذا غادر بنيان البلد، يعني الآن أنت مثلا ساكن في بلد فيها أحياء، آخر حي وأنت طالع من البلد آخر بيت في آخر حي، إذا فارقته ابتعدت عنه يجوز لك الإفطار. إذا طيب إذا نوى الصيام فأين يفطر؟ في يعني إذا دخل المغرب في أي بلد؟ أيوة، بحسب مكانه. إذا كنت سافرت إلى بلد وأنت صائم وأردت إكمال الصيام، فإذا غربت الشمس في مكانك في تلك البلد تفطر، إذا كنت في طريق السفر غربت الشمس تفطر، إذا كنت في الطائرة وغربت الشمس في الطائرة تفطر، والطيار يقول غربت الشمس ولا لا، لأن الشمس قد تكون تحت في الأرض لها وضع وفي الطيارة لها وضع، يعني قد تكون في الأرض غربت لكن في الطيارة ما غربت، ولذلك إذا أردت أن تتم صومك فبغروب الشمس في المكان الذي أنت فيه، في بلد الإقامة أو في بلد السفر أو في الطريق بينهما، في الأرض أنت أو في الجو، في المكان الذي أنت فيه إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أردت طبعا أن تصوم تكمل اليوم، لأن الصائم لأن المسافر معذور،
لكن إذا أردت أن تكمل اليوم أسرع في إبراء الذمة الحمد لله، لأن بعض الناس قد يقول أخف علي إني أصوم الآن مع الناس مع المسلمين والقضاء علي أصعب، فلا بأس، خصوصا لو واحد سافر الساعة 5 عصرا مثلا وصام كل اليوم وباقي على المغرب ساعة ساعتين، فيقول أنا الآن صحيح إني معذور، لكن لو أفطرت وأنا الآن أمسكت 12 ساعة 13 ساعة أفطر عشان ساعتين، لا لا الصيام أسهل لي، وهذه حكمة. ريم من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بنت خير متزوجة وعندي اختلاط في الهرمونات عند الحيض، ويأتيني الحيض أكثر من 15 يوم وأنا الآن حائمة، فما طيب خلاص طيب جزاك الله خير جزاك الله خير. نقول لهذه الأخت وللأخت التي اتصلت أمس وما أجبنا عن سؤالها إن أكثر مدة للحيض 15 يوما، فإذا جاوزت 15 جاوز الدم 15 يوما ماذا تفعل المرأة؟ تغتسل وتصوم وتصلي وتعود إلى عادتها الأصلية، فإذا كانت عادتها الأصلية مثلا 6 أيام وهي تركت الصلاة والصيام حتى بلغت 15 لأن الدم مستمر، لكن لما جاوزت 15 يوم تبين لها الآن أنه استحاضة، فماذا تفعل؟ هذه الأيام هذا الفرق اللي هي 9 أيام ستقضي صلواتها لأنه تبين أنها استحاضة، طبعا الصيام ستقضي في جميع الحالات ستقضيه، لكن بالنسبة للصلاة فإذا جاوز الدم 15 يوما تعودين إلى عادتك الأصلية 6 7 8 حسب العادة الأصلية كم عادتك الأصلية، وتعتبر الباقي استحاضة وتقضين صلواته صلوات الباقي. الفرق بين أيام عادتك الأصلية وبين 15 يوم التي انتظرت فيها مع استمرار الدم هذا الفرق تقضين صلواته لأنه تبين لك أنه استحاضة وأنت معذورة والحمد لله. زينب من المغرب قبل الأخير. طيب السؤال الأخير أبو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض ما يقرأ القرآن في الشهر الفضيل يا فضيلة الشيخ قد ينقصه التدبر والتأودة في هذا الشهر الفضيل، وذلك بغرض قراءة أكبر قدر ممكن من القرآن لعله يجمع أكبر قدر من الحسنات نسأل الله القبول، فما رأيك في هذا التصرف؟ السؤال الآخر أنه القارئ قد يقطع قراءته لرد السلام أو تشميت عاطس أو شيء من هذا القبيل، فهل يلزمه الاستعاذة من الشيطان إذا عاود القراءة أم لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تسمع الجواب، إذا قطع القراءة لرد السلام أو تشميت العاطس هل يستعيذ بالله مرة أخرى؟ موضوع أيضا التدبر والقراءة السريعة، طبعا سبق أن ذكرنا لبعض الإخوة قلنا لا مانع أنه يعني الصائم يجعل لنفسه ختمة تدبر خاصة يقرأ فيها على مهل وعنده هامش التفسير في المصحف يقرأ تفسير الآية كل آية حتى لو الختمة هذه ما انتهت في رمضان حتى لو طولت لبعد رمضان، وعنده ختمات تلاوة يقرأ فيها قراءة حذر يريد أن يعني يمضي بأكبر يعني عدد من الآيات، لكن ما يخل لدرجة أنه يهذه كهذ الشعر ولا يفهم شيء، لا 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 تهذوه كهذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل يعني التمر الرديء، لا يكن هم أحدكم آخر السورة، القراءة بتدبر أفضل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه الله لماذا أنزله؟ ليتدبروا آياته، إذن القراءة بالتدبر أفضل، لكن لو جعل قال طيب أنا أجمع بين المصالح
أجعل ختم التدبر وأقرأ التفسير وأتأمل وأفكر وأنظر وأتفكر في القرآن، وختمات أخرى تلاوة، قراءة حذر سريعة لكن ليست قراءة يعني قراءة ما فيها لا تحقيق الحروف ولا تجويد القرآن ولا يعني الوقف الواجب مراعاة الوقوف، لا يراعي لكن ليس مثل قراءة التدبر، فيجمع بين المصالح بهذه الطريقة. طيب بالنسبة للأسئلة الواردة، يقول السؤال: أصوم وأنا قاطع رحمي منذ سنتين، هل صومي يقبل؟ يا أخي قد يكون قطيعة الرحم تمنعك، تمنع قبول أشياء، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. عد إلى رحمك بارك الله فيك، صلها صلها وابدأ بالسلام، ابدأ بالسلام، اسأل عن الحال، اتصل عليهم قل لهم تقبل الله منا ومنكم في شهر الصيام، كأنه الآن جات مناسبة يعني رمضان لصلة الرحم لوصل من قطع. طبعا هل يجب عليه أنه يعيد الصيام لأنه قاطع رحم؟ لا ما يجب عليه، يعني هو إذا أتم الصيام خلص أجزأ، لكن الأجر وينه؟ المشكلة أنه هناك بعض السيئات قد تمنع حسنات أو تنقص حسنات، تنقص حسنات. يقول: ما حكم الاطلاع على الفتوى في الموقع الإسلام سؤال وجواب وأنقلها إلى من يسأل، خاصة أني معلم الدين لا أفتي من نفسي بل أنقل الفتوى؟ هذا جيد لكن بشرط أن تتأكدي أن سؤال السائلة هو نفس السؤال الذي في الموقع، لأن المشكلة أن بعض الناس يفتح المواقع أو يستفتي الشيخ جوجل كما يقولون، لكن يأتيه بفتاوى، المشكلة استفتاء جوجل هذا قد يأتيه بفتاوى لأهل البدع، موقع رافضة، موقع قاديانية، عندهم فتاوى وهذا مسكين ما يفرق، وقد يأتيه بفتوى من غير ثقة، يعني فتوى يعني من واحد متساهل ما يجوز استفتاءه أصلا، وقد تأتي بفتوى من مجهول، ولا يجوز أخذ فتوى المجاهيل، ما ندري من هو، سواء ما عليها اسم أو كذا محمد أحمد علي، ما تدري من هو هذا، ما الله أعلم، ما يدري. رابعا، قد يصل إلى موقع ثقة ومفتي ثقة، ولكن هل السؤال الذي عنده حالته هي نفس الحالة التي وردت فيها الإجابة في الموقع؟ هذه تحتاج إلى فقه. فإذا تأكدت أن سؤال السائلة هو عينه السؤال الموجود في الموقع، نعم أنقلي لها الإجابة. يعني مثلا واحدة سألت: أنا عاجز عن الصوم ماذا أفعل؟ في الموقع مكتوب: أنا عاجز عن الصوم ماذا أفعل؟ خلاص واضح أنه هو ما فيها المسألة ظروف وأحوال واختلافات ووضع غير وضع، لا، ما هي كفارة اليمين؟ خلاص واحد واضح هذا هو. فإذا لا مانع بهذا الشرط. والآن يعني يعرض لكم موقع الإسلام سؤال وجواب لمن أراد الوصول إليه، وهذا الذي نضع فيه الإجابات الأسئلة، يعني بعض الإخوة الأخوات يقول ما سمعنا الجواب، نقول قد تجده في الموقع. يقول: ما حكم الموعظة بين الركعات في صلاة التراويح؟ طبعا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي السلف، ولذلك لا يداوم عليه، وقد ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن المداوم عليه بدعة. فإذا حصل أحيانا لا بأس، مثلا تنبيه على أمر عارض، يعني إمام المسجد بعد ركعتين أو أربع من التراويح استلم المكبر وقال: يا أيها الإخوة والأخوات، إن رائحة الثوم والبصل والكراث
ورائحة الطبخ ورائحة العرق ورائحة الجوارب ورائحة الإبط ورائحة الفم. اتقوا الله في إخوانكم، اتقوا الله في مساجدكم، اتقوا الله، الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، اتقوا الله في الملائكة. طيب هذا طيب، رأى مثلا أولاد يلعبون وما مع اللعب والصياح ما عاد الجماعة يسمعون شيئا، فقال كفوا صبيانكم يا أيها الأولياء يا أيها الآباء، أين أنتم من هؤلاء الأولاد؟ أتيت به المسجد ليلعب أم ليقف بجانبك ويصلي؟ أين هو؟ هل تعرف أين هو الآن؟ قد يتعرضون لأصدقاء، قد يتعرضون لأهل سوء في خارج المسجد وعلى باب المسجد وفي حمامات المسجد، انتبهوا لهم، انتبهوا، قد يتعرضون بعض الناس يتربصون من أرباب الفواحش بأولادكم، انتبهوا. شاهد اختلاط مثل الرجال والنساء في الطلوع من المسجد، فأخذ المكبر قال أيها الإخوة أيها الأخوات، لقد ساءني ما 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 وصل إلي من أن النساء إذا خرجنا اختلطنا بالرجال، فعلى الرجال التأخر حتى يخرج النساء، وعلى النساء استخدام الباب الخاص بهن، وأن لا يأتينا إلى جهة باب الرجال. إذن هذا مثلا مر بآية، يعني بعض الناس كثير ناس يخطئ في فهمها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أيها الإخوة، بعض الناس يفهم خطأ قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني ما عليك من غيرك، إذا أنت مهتدي خليه في 60 داهية. لا، ألم يوجب الله عز وجل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أين الذين ينهون عن السوء؟ فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بعد ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت، لأنك يجب أن تجمع بين الآيات جميعا. مثلا هذه التنبيهات العارضة لا مانع، أما المواظبة على موعظة دائما دائما هنا الإشكال. طيب يقول السؤال، هل يجوز الجمع بين التشهد بين الشفع والوتر بتشهد واحد؟ إذا صلى المسلم العشاء فإنه يسن له أن يصلي بعدها ركعتين، وهذه الراتبة معروفة، ويسن له بعدها قيام الليل بما شاء من الركعات، وأحد عشر ركعة بتأني أو ثلاثة عشرة أفضل حسنة جيدة، ثم يصلي الليل مثنى مثنى، فإذا أراد أن يوتر أوتر بركعة وهذا أفضل وأكثر، أو يوتر بثلاث. بعض الناس يعني يقول الشفع والوتر، الشفع يوهم أنه في صلاة اسمها صلاة الشفع، لا، هي صلاة الوتر، لكن في وتر بواحدة وفي وتر بثلاث متصلات لا يجلس إلا في آخرهن ويسلم، وفي وتر بأكثر، يعني وردت كيفيات أخرى، ولكن بعض الناس يقول يعني أفصل الشفع عن الوتر ولا أضم الشفع مع الوتر. نقول الوتر قد يكون واحدة منفصلة ما قبل قيام الليل كله، قيام الليل صلاة الليل مثنى مثنى، وقد يكون الوتر بثلاث متصلة، كل الثلاثة اسمها وتر. وقد ورد النهي عن التشبه بصلاة المغرب، يعني ما يخلي الواحد الوتر تبعه مثل صلاة المغرب، ركعتين وتشهد وركعة وتشهد وسلام، لا ما يفعل ذلك، وإن قال به بعضهم لكن مخالف للدليل الصحيح. فكيف يوتر من أراد الإيتار بثلاث؟ نقول يصلي ثلاثة متصلة ما يجلس إلا في الأخير ويسلم. طيب تقول هذه الأخت إنه يعني هي مقيمة في إيطاليا وتشتري عجين جاهز لتصنع بعض الحلويات، وأن تجد معه كحول الإيثيلين، هل يجوز؟ كحول الإيثيلين طبعا الكحول أنواع، في كحول ميثيلي هذا يعني هو عبارة طبعا عن ذرات الكربون مضاف إليها مركب الـ OH، فقد يكون أحيانا
C1H3C2H5 يعني على حسب المركب في كحول ميثيلي. الميثيلي هذا سام، إذا شرب يموت، هذا سام. الكحول الإيثيلي كحول مسكر، كذلك الكحول البروبيلي، لأنه فيه مركبات. أحياناً الكحول يخلط بأشياء أخرى طبعاً، لأنه قد يكون صرفاً من بالمعقمات، وقد يخلط بغيره. إذا كانت النتيجة أنه لو أكل كثيراً من هذا فصار مسكراً، لا يجوز لا القليل ولا الكثير. ما أسكر قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب، بعضهم يقول أنه هو يتبخر، وإذا خلط معه أشياء خلاص ما عاد يصير كحول، يفقد خصائصه الكحولية ولا يعود يسكر خلاص. هذه يسموها العلماء الاستحالة، يعني التحول، تحول إلى شيء آخر مختلف تماما ولم يعد كحولا مسكرا، ولو أكل كثير ولا قليل ولا شرب قليل ما عاد يسكر خلاص، انتفى الحكم خلاص، لأنه هو تغير، ما عاد مثل الخمر يصبح خلا، انتهينا خلاص ما عاد خمرا. لكن بعض الكحول يبقى كحولا ويبقى له تأثير الإسكار في المادة التي خلط بها أو وضع معها، وهذه مسألة يحتاج إلى كيميائيين حتى يقولوا ماذا يحدث في الكحول إذا وضع في العجين، في الكيك، في دواء الكحة، في كذا، كم نسبته، استحال ما استحال، تبخر ما تبخر، فقد الإسكار، لا ما زال يسكر، هذه شغل مختصين، ما أستطيع مثلي أنا نتكلم فيها. طيب، تقول ما حكم تعليق الآيات في غرفة النوم؟ قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أقل ما نقول فيه إنه بدعة. ليش؟ لأنه الآيات اللي المفروض واحد يقرأها ليتدبر ويتعظ ويتعلم صارت زينة للجدران، صارت زينة للجدران. وبعدين متى القرآن يعني وننزل من القرآن ما هو شفاء، كذلك الله يحفظك بكتابه. إيش معنى يحفظك بكتابه؟ يعني إذا تلوته، إذا قرأته، إذا حفظته، إذا رقيت نفسك به، إذا قرأت المعوذات، هذا معنى. مو أن تعلق في مراية السيارة، تعلق على باب البيت، تعلق على باب الدكان، تعلق على جدار البيت، لا. ولذلك تزيين الجدران بالقرآن يعني هذا ما هو لا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف، بل أخبر أنه يأتي قوم في آخر الزمان يفعلون ذلك. زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ولذلك يا إخوان لا تجعلوا القرآن زينة للجدران، اجعلوه للقلوب، للقلوب والألسن مع القلوب. اقرأ وانفث، اقرأ في ماء واشرب، احفظ القرآن، احفظ الله يحفظك، احفظ كلامه يحفظك. طيب، السؤال تقول انها عملت تصويرا للجنين وطلع انه هو بنت وما اقتنعت وتبغى تدعو الله ان يجعله ذكرا. طبعا التصوير هذا قد يصير فيه أخطاء، وأحيانا يقولون لها بنت روح اشتري ملابس زهري بعدين يطلع ذكر، وقد يصير العكس. فأنت أحسن شيء أن تقولي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللهم هب لي صالحا، ذكر أو أنثى، تقصدين المولود اللي في بطنك. فبدلا من يقول اللهم إن كانت أنثى فاقلبها ذكرا، وإن كانت ما الواحد يروح يتعدى على الأمور العادية الطبيعية ويريد أن الله يعني يقلب له الـ 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 يعني الورق ذهبا لا، اسأل الله ما هو الأهم، أن يؤتيك صالحا،
أن يؤتيك ذرية طيبة. طيب يقول يعني بالنسبة للمناطق النرويج الشمالية والشمس عندنا لا تغرب ونصوم مع مكة ماذا نفعل؟ من كان عندهم ليل ونهار في 24 ساعة ليل ونهار متميزان، ليل غير واضح والنهار واضح سواء كان قصيرا أو طويلا، فلا بد لهم من الصيام والصلوات على حسب الليل والنهار اللي عندهم. لكن لو في ناس عندهم ليل أكثر من 24 ساعة يمكن إلى 6 شهور، وفي ناس عندهم نهار أكثر من 24 ساعة يمكن إلى 6 شهور، هؤلاء يقدرون للصلاة والصيام التقدير كما جاء في حديث الدجال، فيحددوا صلاتهم معتمدين على أقرب البلاد إليهم مما في تمايز الليل والنهار. فلو عندكم ما في تمايز ليل والنهار تشوف أقرب بلد إليك فيها تمايز وتسوي صلواتك بناء عليها، وكذلك صيام رمضان وبدء الإمساك والإفطار وبدء الشهر وانتهاء من الشهر على أقرب بلد فيها تمايز. طيب قضية أنه الواحد تقول أمي كبيرة تقرأ ما تستطيع تقرأ مصحف وتمرر القلم على آيات، لا مانع، القلم هذا يعني يخرج الآية بالصوت، مصاحف فيها أقلام إلكترونية إذا وضعت القلم على الآية خرج الصوت من القلم، خرج الصوت من القلم بالآية، هذا نوع من وسيلة التعلم، من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لكن هي تردد وراه حتى تستفيد، إذا سمعت تردد وراه حتى تتعود على القراءة والقرآن ويحصل لها بركة التلفظ بالقرآن. طيب لا زالت الأسئلة كثيرة والوقت قد انتهى، نرجو المعذرة من الإخوة والأخوات، والله لقد يعني حاولنا أن نأخذ أكبر كمية لكن غلبنا، ما زلنا يعني نحاول إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن ينعم علينا بلباس التقوى والمغفرة وبجنة النعيم وبالنظر إلى وجهه الكريم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ما معنى قوله وابتغوا إليه الوسيلة؟ والإجابة الصحيحة: معنى وابتغوا إليه الوسيلة تقربوا إليه بالطاعة والقربة وما يرضيه. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ عز الغندور من مصر. سؤال الجزء السابع من القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اذكر آية تدل على هذا المعنى في سورة الأنعام. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.